اكيد الحمد لله حب ايميتاسيون في ظرف وجيز دابا وصلت ل 4 مليون مشاهده والحمد لله كلشي كيتغنى بها والناس عجباتو معجبوم هذا الستيل الجديد اللي درت ف انا فرحانه بزاف ومازال ان شاء الله مازال الخير القدام مازال حب ايميتاسيون هي مازال غاديه وان شاء الله هنا كنوجد كذلك واحد الجديد اللي غادي يكون مفاجاه للجمهور ان شاء الله لا نفس الستيل لا لانه كيف ما عودتكم ما عمرني كندير شي حاجه مشابهه